انتوما سيدي اللي درتوا الاصلاح ديال المقصه، وانتوما اللي درتوا الاصلاح ديال التقاعد، وانتوما اللي عطيتيو الارامل، وانتوما حنا غير عاوناكم شويه، غير نبهناكم، اش بغيتيو فينا؟ باقي ما بردات ديال الرشيديه مشاو الوادلو. يسمح لي السي العالمي اللي قلت ليه وضيع، انا غلطت، انت ماشي وضيع، انت حقير، ما لقيتي على من تغلب، ما لقيتي على من تغلب على 250 دري مشاو يعوموا في وادلو. الله يرحم الوالده، كانت كتقول لي الا غلبوك الرجال في الزنقه رجع للحايره في الدار. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ شي رجال كانوا عندنا في فاس الفايده والو، كيخرج للزنقه ما يجيب والو، يغوت عليه شي واحد يتخلع، فهمتيني ولا لا؟ كيتم راجع من كوب للدار، كيلقى المراه مسكينه حايره في الماء، الماء ديالها وداك الشيء، يبدا يقول لها علاش هاد، علاش هاد البراد ما مغسولش، علاش هاد الغدا ما مقداش، علاش، فهمتي ولا لا؟ لان هي غير حايره في الدار، كيغلب عليها باش يبرد فيها الغدا ديال الرجال. ايوا الرجال، نعم سيدي، راه جابوا 125 مقعده مول 37، والرجال السي العالمي هما اللي ردوك رئيس ديال البرلمان، واخا تبين لينا ما كنتش كتستحق، وما حشمتي، ما استحيت، ما لقيتي، ما كفاكش داك الشيء اللي وقع للشباب، ما كفاكش النهار اللي خرجتي تقول لي الموساد وشنو اخر؟ الموساد وداعش وشنو اخر؟ والنصرة، وخلط داك الشيء وجلطوا، فهمتيني ولا؟ خلط داك الشيء وجلطوا، ما كفاكش البهدلة اللي وقعت ليه، ما كفاتش نوض انت دابا، واخا واخا السي شباط من بعد راجع راسه وصح الامور من جهتنا كذا الى اخره، ويمكن فقدت انا قاعد رئاسه الحكومه بسببه ولا لا؟ رضا خرجتوا بمكر الماكرين وسمعوا الاخبار وسولوا شباط الا كان يقدر يقول لكم من الخارج اشنو وقع نهار 8 نهار 7 اكتوبر شنو وقع، ونهار 8 شنو وقع، سيعترف له التاريخ بانه هو اللي وقف في وجه المؤامره، واخا كيقولوا الناس لانه كانوا موعدين وما موعدين، ولكن المهم في الاخر الدماء الاستقلاليه تحركت فيه ووقف الموقف اللي خصو يوقف، وقف الموقف اللي خصو يوقف. لما قال له واحد تعبان مبين، قال له شكون اللي غادي يكون رئيس ديال الحكومه؟ قال له انا، كيهضر على راسه وهو ينوض له وتغاوت هو وياه والدبز هو وياه، لانه هو كان كيامل انه يكون رئيس ديال البرلمان. لما قالوا له رئيس، اتفقوا باربعه، قالوا احنا ما اربعه ولا سته، قالوا احنا ما غندخلوش مع بن كيران، غنكتبوا ورقه ونصيفطوها لمن يهمه الامر، انت ولا؟ قال لهم شكون اللي غيكون رئيس ديال البرلمان؟ قالوا له المالكي. شكون اللي غيكون رئيس ديال الحكومه؟ قال له هذاك، انت ولا لا؟ ما عرفت، انا كنقرا، كنتبع الحيوانات، كيظهر لي كيف سمن التعبان، مازال ما لقيت ليش شي حيوان نزيل. قال لي انا اللي غنكون رئيس الحكومه، هو ينوض لي يشبعو سبان، ومشى في حالته. تا السي المالكي منين جيتي ليها؟ راه حنا انت عندنا ظريف تنبغيوك، ما عندنا تا مشكل معاك، ويني كان خاصك تحشم؟ واش ب 20 تولي رئيس ديال البرلمان فيه 125 وفيه كذا و 102 وفيه كذا و 60 و 44 وفيه 37 وفيه 27، انت كي درتي تا دوبلتي هذا المشوار كامل؟ غلبتيوني، الحمية كتغلب السبع، وسيدنا كان في افريقيا وما كانش ممكن نخسر الخطر سيدنا بكل صراحة، ومع ذلك ماشي هو اللي يطلب مني، حاشا لله، واني ملي جيتي ومتفقين، قال لي انا غير وحدة في جوج، غنصوت عليك عيب، وانا كان عيب على الاخوان اللي صوتوا عليه مرة ثانية، ماشي في محلها. ياك كتقولوا الاخطاء، وقفوا عند حدود الاخطاء، علاش ملي انا ما صوتش عليه المره الاولى درت الامتناع، واكون فيكم غير شويه د الرجلات حتى انتم ديروا الامتناع؟ شو معنى صوت؟ شو معنى تعاودوا لواحد السيد؟ ما معنى ان تكرروا لرجل جاء في ظروف الشده؟ ولكن شباط ما عندي ما نقول، كيف ما كان الحال وقف وجه هذاك خينا. واليوم باش تفهموا مزيان الاخوان الشباب الشبيبه، احنا ماشي ما تنازلناش، تنازلنا اكثر من مره، تنازلنا
اشياء صعيبه، كان غادي يكون الشكر وزير في هذه الحكومه. وقلت لسعد الا درتي الشكر غادي نخرج لك وتقلب لا غدا تقلبات الامانه العامه. مادام الشبيبه ديالو ما لعبش عليها الاعلام المسخر والصحفيين المرتزقه الذين يكتبون من نفس المحبره، وذهب كل واحد منهم يتساءل ماذا يريد بن كيران، ما كاين حتى واحد في هذه الدنيا يحاول ان يريد وجه الله والدار الاخره، ما كاين حتى واحد في هذه الدنيا يحاول ان ينتصر للمبادئ، ما كاين حتى واحد في هذه الدنيا هذه ماشي ما تيخافش، تيخاف تظنوا باللي ملي كندير شي تدخل في الانترنت كتظنوا انا ما كنخافش، راه حتى انا كنخاف. بغيتوا تعرفوا الحقيقه، انا اكبر خواف في هذه الكره الارضيه، والخوف عليكم على راسي ما نخبيش، هو اللي خلاني نراجع بصراحه بصدق، لان كنا كنتكلموا هضر 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 هضر، ولكن ملي ولينا كنمشيو للكوميساريه ويستدعيونا كل مره، ما كاينش شي مره اللي استدعوني وانا كانوا كيستدعوني باستمرار، الا وفين ما تميت طالع مع داك الدروج كنتخلع، وفين ما تميت خارج كنقول الحمد لله هاد المره فلت. سنوات هاد الشي داب ماشي نهار ولا يومين، ما بدات بعض الطمأنينه كترجع ليا حتى ل 86 شويه، ومن بعد بقيت كنخاف بطبيعه الحال، والى الان ما زلت اخاف، اخاف على نفسي هذا طبيعي، اخاف على اهلي واولادي، اخاف على رزقي هذا طبيعي، ولكن واخا يكون الخوف كاين شي مواقف سمحوا لي يا الاخوان الكرام والمحترمين كتغالب فيها الخوف ديالك وكتوقف الموقف ديال الشجاعه والرجوله والابطال، وكتعرف راسك باللي انت معرض لان تبتلى اما في حريتك اما في سمعتك اما في روحك ولا قدر الله، واما في رزقك ولا قدر الله في اهلك. لا قدر الله، الحمد لله احنا في المغرب ماشي في سوريا، الحمد لله.